كشفت البعثة الأثرية المصرية عن بقايا سفينة غارقة وجرار من الفخار في منطقة العلمين. يأتي ذلك أثناء أعمال الغوص والمسح الأثري بأحد المواقع الغارقة بالبحر الأبيض المتوسط، حيث أشار المجلس الأعلى للأثار إلى أن السفينة التي تم العثور عليها هي سفينة تجارية يرجع تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد، موضحا الأهمية التجارية لمنطقة العلمين والساحل الشمالي في القرن الثالث قبل الميلادي، والتي كان يوجد بها العديد من الموانئ التجارية.